غادي نمشيو لصابلي بالنوبه، يعني شكل واحد اخر صابلي بالنوبه. غناخذو بالنسبه للمقادير ديال صابلي عندنا 125 غرام ديال الزبده، 100 غرام سكر كلاصي، بيضه وحده، و 250 غرام ديال الدقيق وفانيا. في الاول غنخدمو 125 غرام ديال الزبده مع السكر كلاصي حتى يولي بوماط، عاد كنزيدو ديك البيضه الطريقه ديال لاباط سكري، وكنزيدو الدقيق يعني الفاني والدقيق. كنخلطوا العجينه ديالنا، كنجمعوا باطراف الاصابع وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد ساعه في الثلاجه. من بعد غادي نسرحوها فوق من واحد البابي سلفريتي على شكل مستطيل، يعني تكون على شكل كلها كنسرحوها على شكل مربع او لا مستطيل، ونديروها في اللاطه ونتقبوها وندخلوها كلها هكاك للفران، يعني كطيب مجموعه كلها مفهومه لا ترى. من بعد حتى كيذهب اللون ديالها العافيه، هي حتى كيذهب اللون ديالها، وكنخرجوها ونوجدوا النوبه ديالنا. بالنسبه للنوبه عندنا فيها بالنسبه للنوبه عندنا جوج معالق ديال العسل، ثلاثه المعالق ديال الجليكوز، جوج معالق ديال سنيده دائما معالق الكبار، جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس ديال لاكريم فريش، 200 غرام ديال الفواكه الناسله الفروي كونفي اللي كيكونوا في الزوينات، 200 غرام ديال اللوزي فيلي، و 100 غرام ديال الكركاع مهرمش. غناخذوا واحد الكاسرونه غنديروا فيها العسل مع الجليكوز مع سنيده، يعني جوج المعالق ديال العسل وجوج معالق ديال السنيده وثلاثه المعالق ديال الجليكوز، غنديروهم في كاسرونه على عافيه مهيله حتى يعني حتى كيذوب كامل العناصر وينسجموا. عاد كنزيدو دوك جوج معالق ديال الزبده، عندنا في المقادير جوج معالق الزبده، كنزيدوهم حتى كيكشكش لينا الخليط ويبدا يقل. عاد كنزيد بحال غنوجدو الكراميل، كنزيدو داك كاس ديال لاكريم فريش، لاكريم فريش ليكيد يعني سوا ديال الطياب سوا ديال الحلويات اللي درنا، اذا جربتهم بهم بجوج راه كيجيو مزيانين، سوا ديال الطياب سوا ديال الاترو ديال الحلويات. كناخدو منو كاس وكنزيدو على هاد الكريمه وكنحركو كنحركو مزيان حتى كينسجمو يبدا يتقال، ماشي كيتقال كيختار. من بعد كنحيدو من فوق البوطه وكنزيدو هاد اللوز اللي عندنا ايفيلي يعني ما محمر ما والو، وكنزيدو الفواكه المعسله، وكنزيدو داك 100 غرام ديال الكركاع مهرمش. كنخلطو كلشي يعني كنبردو شويه وكنخويو فوق من ديك لاباط اللي عندنا طايبه، ديك لاباط كلها كنسرحوها فوق منها، عاد كندخلوها عاوتاني الفران، يعني ديك النوكه كتاخد الطياب ديالها فوق من صابلي في الفران. كنخليوها في الفران حتى كيتذهب لينا داك اللوزي فيلي، يعني كتحمر وكتشد لينا النوكه فوق من الصابلي. صافي كنخرجوها وكنخليوها ما كننسوهاش حتى الغد ليه، يعني ليله كامله. عاد كناخذو كنقطعو ديك الساعه كتعاوننا اننا نقطعوها ما كتفرش ما والو، كتفرش ليله كامله حتى كتبرد مزيان، عاد كنقطعوها ونشوفوا القياس ديالنا، يعني نديرو مربعات صغار، ومن بعد كنحطوها راه كتجي راقيه. ومن بعد الا بغينا كنزينو بالشوكولاته خطيطات من الفوق، اولا كنخليوها سامبل بحال هكا كيبانو فيها دوك اللوينات ديال الفواكه المعسله واللوزي فيلي من الفوق. وبالصحه وراحه لكم.